وأيضا في هذا اللقاء كان تكتيكيا لغاية الدقائق الأخيرة والثواني الأخيرة مصطفى. نعم فريق انتر فريق فيتا كلوب الكونغولي كان يعني دار صعوبات كثيرة بالنسبة لفريق جمعية شلف، لكن جمعية شلف في الربع ساعة الأول كان قادر أنه يسجل هدف يعني وكل مباراة أخرى، لكن ضيع أهداف اللي سمحت للفريق فيتا كلوب أنه يعني يركز اللاعبين تاعو في الدفاع وكذلك في وسط الميدان، وين اللاعبين تاع جمعية شلف لقوا صعوبات كبيرة خاصة في التمريرات القصيرة. لكن الشيء اللي نقوله في جمعية شلف خاصة في هذه المباراة هو هذه وما سهلوا للفريق فيتا كلوب أين كانوا يلعبوا كرات هوائية إلى الأمام، وشفنا أنه البنية البدنية وكذلك المورفولوجية للاعبي فيتا كلوب أمام اللاعب حجي للقى صعوبات خاصة في وسط الهجوم. نقول أنه جمعية شلف كانوا عندها فرص في ربع ساعة ما عرفتش أنه تتجسدها، لذا راح تلقى صعوبة كبيرة في العودة. لكن في مباراة كرة قدم يوسف كلنا نعلم أنه كل شيء ممكن، ولازمش جمعية شلف أنه ترضخ للأمر الواقع، لأنه كرة القدم هي كرة القدم. حسب الإحصائيات تاريخيا أنه فيتا كلوب عمره ما ربح فيها الجزائر، وهي المرة الرابعة اللي تعادل فيها جمعية شلف بصفر لصفر داخل ميدانه في المنافسات الإفريقية. حاب فقط نتكلم